يسعدني طبعا النهارده ان احنا بنبتدي الموسم الثاني للمحاضرات في المشروع الثقافي او البرنامج الثقافي المشروع اسكندريه. احنا بنهتم في مشروع اسكندريه بدراسه كل ما له علاقه بمكتبه اسكندريه القديمه وحضاره مدينه اسكندريه القديمه والحركه العلميه واسهام اسكندريه الحضاري في سلسله الحضاره ونقل العلوم وغيره. فكرنا احنا السنة اللي فاتت نبتدي ازاي البرنامج الثقافي بتاعنا، فجاء الفكرة الجميلة من دكتورة منى حجاج بان احنا نتكلم عن مدينة اسكندرية قبل الاسكندرية. ويبدو ان الموضوع ده الحقيقة يعني موضوع شيق جدا وبيستحوذ على اهتمام العديد من الباحثين، لأنه هو فعلا موضوع ثري. مش كتير اتكلموا عن اسكندرية ما قبل الاسكندرية، الكل بيدنا دايما بيرتبط اسم اسكندرية عنده في ذهنه بالاسكندر الأكبر، لكن هل هذه المدينة السكندرية قبل الإغريق كان لها وجود؟ هل الموقع ده كان مستخدم قبل كده؟ كان في تواجد سكاني؟ كان في يعني اي نوع من الاشغال والاستخدام ولا لا؟ هل مصر الفرعونيه اهتمت بالساحل الشمالي وموقع زي موقع مدينه اسكندريه ولا ده ما كانش له اهتمام؟ فكل ما بندخل في الموضوع بنتعمق فيه اكتر بنلاقي الكثير والكثير من المعلومات، ويمكن مش بس المعلومات المعهوده عن مصادر التاريخ المصري هي اللي بتدلنا، لكن كمان الشواهد الاثريه وخصوصا احدث الاكتشافات من الاثار الغارقه بتدينا ضوء كبير جدا على الموضوع. وده يمكن الاهتمام اللي اهتمت بيه دكتورة فايزة صقر، ان هي بنبص معاها على الموضوع من وجهة نظر حديثة جدا، ومن وجهة نظر up to date جدا، ومن وجهة نظر بنستفيد بيها بكل الكشوف اللي مؤخرا تمت في مدينة اسكندرية، ويمكن الكشوف اللي هنشوفها فيما بعد هتلقي الضوء جامد جدا على حضارة اسكندرية إذا جاز لنا التعبير ما قبل الإسكندرية. فأنا متأكدة أن احنا إن شاء الله النهاردة هنستمتع بجولة جميلة في الأدلة الأثرية والتاريخية عن مدينة الإسكندرية قبل الإسكندر الأكبر. دكتورة فايزة صقر طبعاً واحدة من أعز الأصدقاء والأصدقاء لمكتبة إسكندرية، مش بس لينا احنا شخصياً يعني، ومن أقدر الأساتذة المتخصصين في الدراسات الفرعونية والمصرية القديمة. هي رئيسة قسم التاريخ والأثار في كلية الآداب جامعة دمنهور. بنشرف بوجودها معانا لأول مرة النهاردة في مشروع اسكندرية، وإن شاء الله مش هتكون الأخيرة، وإن شاء الله يعني نتعرض لهذا الجزء من تاريخ مدينتنا الجميلة من زوايا مختلفة، مش بس النهاردة. أتمنى أن احنا كمان يعني نفضل نتابع هذا الموضوع لحد ما نغطيه من كل جوانبه. دكتورة فايزة صقر، كلنا أذان صاغية. صباح الخير. حقيقة بداية لازم أشكر كل القائمين على هذا المشروع. المشروع موضوعه مستمر، يعني كل يوم هيضاف له جديد. المشروع اللي قائمين عليه بينشغل بموضوع تاريخ وحضارة مدينة الأسكندرية القديمة. تاريخ وحضارة مدينة الأسكندرية القديمة يبدو أنه أغفل، ومعلش هقول حاجة يعني خدوني على عواهني، أنا عندي دايما إحساس المؤامرة يعني، فأنا أعتقد أن هناك مؤامرة على تاريخ وحضارة الأسكندرية. وقبل ما تاخدوا كلامي خلينا نحط الفرضية بقى اللي احنا حطناها هنا، العنوان بتاعنا أن الأسكندرية لها جذور فرعونية.
وعلينا أن نثبت ذلك. لو أثبتنا ذلك كناس دارسين للتاريخ والحضارة والآثار وعلم الإيجيبتولوجي، عندنا خطين، الخط التاريخي والخط الأثر، المكتشفات الأثرية من النصوص والشواهد والتاريخ. نشوف الملوك بتوعنا في مصر القديمة، الشعب المصري وتواجده في أنحاء مصر كلها. الحقيقة أنا قلت البحث ده وكان مجهود كده متواضع على قد حالي كده في 2003 في كلية الآداب جامعة اسكندرية، كان قسم الجغرافيا عامل زي ندوة لتكريم دكتور وهيبة أستاذ الجغرافيا في آداب اسكندرية، وطلعني أستاذ من الأساتذة يعني المحنكين والمحترمين في آداب اسكندرية، وقال لي إزاي يا بنتي؟ مين قال لك إن اسكندرية لم تكن تتبع الأراضي المصرية؟ قلت له محدش قال لي، أنا بقول لحضرتك أن الإسكندرية كانت تتبع الأراضي المصرية. درسنا في ملك اسمه تحتمس الثالث في الأسرة 18، الراجل ده يعني الراجل ده طلع كل أراضي سوريا والعراق في 18 حملة بنفسه إلى أراضي سوريا والعراق، وقال إن الإمبراطورية بتاعته وصلت حتى النهر ذو المياه المعكوسة اللي هو نهر دجلة والفرات. فكيف يتأتى لملك خرج إلى آسيا، إلى كل منطقة آسيا بما فيها أراضي سوريا القديمة والعراق القديم، وقال لك أنا إمبراطوريتي وصلت حتى النهر ذو المياه المعكوسة دجلة والفرات شمالا، وحتى جبل الذهب أو جبل البرقل. عارفين جبل البرقل ده فين؟ في الخرطوم حاليا. ازاي الرجل وصل لكل ده؟ ها؟ والحكومة المصرية خلال العصور الفرعونية القديمة لم تكن لها يدا على، بلاش نتكلم اسكندرية، على سواحل مصر الشمالية كلها. دي إشارة بسيطة. إذن هناك فرضية احنا قريبين تاريخيا لإثباتها. نمرة واحد، لو حبينا نوصل لما قاله بعض المؤرخين اليونانيين، على فكرة الرجل اللي قال ان اسكندرية انشأها الاسكندر لانها كانت قرية صغيرة يسكنها بعض الصيادين، الرجل ده اصلا لم يزر اسكندرية اثناء وجود الاسكندر. لكن لو حبينا ندور على المؤرخين اليونانيين، خلينا نمشي مع اليونانيين واخد بالك ونشوف هم قالوا ايه، هنلاقي واحد اسمه إيراتوسيسيس. إيراتوسيسيس ده قال كلام خطير جدا، قال ان الوصول بالسفينه الى ميناء فاروس يستغرق يوما، يوما يعني 24 ساعه، واخد بالك منين؟ من الاراضي اليونانيه، يستغرق يوم. على فكره في بعض الناس السياسيين بقى يعني ناس بتوع التحديد المياه الإقليمية لمصر في منطقة قبرص وشمال البحر المتوسط بيعتمدوا على هذا الكلام، واخد بالك؟ المؤرخ يستطيع أن يثبت لك أين تضع يدك على حدودك الجغرافية أرضا ومياها. فالراجل ده إيراتوسيسيس ده قال أن السفينة تستغرق يوما حتى الوصول إلى ميناء فاروس. ميناء فاروس ده في العصر اليوناني. خلينا بقى نمسك واحدة واحدة كده التاريخ بتاعه. 1916 كان في واحد اسمه جاستون جوندي، والراجل ده راجل بتاع حفاير، وجه في منطقة الدخيلة وعمل شوية أبحاث وحفاير وتوصل إلى إن هناك كتل حجرية ضخمة تعد رصيفا لميناء في منطقة الدخيلة. كمل عليه بعض الباحثين وقالوا أن الكتل الحجرية الضخمة للمواني هي صناعة مصرية، لأن المواني القديمة وخاصة مواني البحر المتوسط، احنا عارفين أن السواحل الفينيقية في البحر المتوسط هي مواني شهيرة جدا زي ميناء أوجاريت وأرواد وسور وصيدا وبيروت، كل المواني القديمة دي مواني لها نشأة معمارية خاصة. قال لك أن هذه البقايا التي عثر عليها جاستون جوندي سنة 1916 قال إن هذه بقايا ميناء مصري قديم، وأثبت ذلك في الأبحاث اللي قدمها جاستون جوندي.
لو بصينا للعمارة في مصر القديمة بشكل عام، الهرم، أبو الهول، المعابد الضخمة، تلاقي فيها نوع من الإيه؟ ضخامة، الكتل الحجرية الضخمة. عندنا كتلة من كتل الهرم، الكتلة تصل وزنها إلى 2.5 طن. هذه العمارة اختصت بها العمارة المصرية القديمة، أولا لتوفر المواد وتوفر الأيدي العاملة. مصر القديم كان عنده وفرة في الموارد الاقتصادية، ان هو يقدر يفتح محاجر ومناجم ويقدر يصرف على عدد كبير ضخم جدا من العمال. الرؤية دي رؤية سريعة جدا على ما قاله بعض الباحثين اليونانيين اللي اشتغلوا على المواني القديم. لكن انا لما ارجع شوية لتاريخ مصر القديمة هلاقي عندنا ملكين مهمين جدا واشتغلوا على السواحل مصر الشمالية الغربية، أولهم رمسيس الثاني واللي جه بعده رمسيس الثالث. هتلاقوا رمسيس الثاني، الكلام ده مش أنا اللي قلته، الكلام ده اشتغل عليه عدد من الباحثين. وعلى فكرة البحث بتاعي ده عايزة أكد فيه على المجهود المصري فيه، على الباحثين المصريين اللي اشتغلوا عليه واللي خدوا الخط، ناس تانيين اللي اشتغلوا على الخط آخرون واستغلوه كويس جدا، وده مش عيب. أول واحد اشتغل على ما يمكن أن يطلق عليه اسم المدن التحصينية. المدن التحصينية في مصر القديم، المدن المحصنة دي يا جماعة مش نقط حدود، مش نقطة حدود زي اللي كان فيها 16 عسكري في رفح واتقتلوا، لا. المدن التحصينية في العالم القديم عبارة عن مدينة كاملة، ودي دراسات الناس عملوها، انه الملك عشان يأمن سيطرته ويضع يده على كل مجريات الامور في اراضيه ينشئ ما يمكن، مش بس عاصمة كبيرة زي منف وطيبة، لا، ينشئ ما يمكن أن يطلق عليه اسم مدينة تحصينية. يعني مدينة؟ مدينة وتحصينية يعني مدينة مدججة بالجنود والسلاح، لا، ده الناس يعيشوا ويموتوا ويدفنوا ويتعبدوا ويزرعوا ويتاجروا فيها. إذا كنت تريد أن تحصن حدودك فتحصين الحدود ليس بالجنود والسلاح، وإنما بإنشاء المدن على هذه الحدود، وده اللي الناس بتقول عليه على سينا، ان انت لو عايز تحط ايدك على سينا خلي ناس تروح تعيش وتعمر فيها. واخد بالك؟ هذا ما ادركه المصر القديم. على فكره عندنا خط للمدن التحصينيه في مصر القديمه يمتد من محافظه البحيره اللي احنا بنشتغل فيها ومعانا طلبه موجودين معانا منها، من قلب محافظه البحيره، من فرع النيل، الفرع غير فرع دمياط اللي هو فرع رشيد، ماشي بفرع رشيد ده وماشي لغاية سواحل مصر الشمالية الغربية. عندنا عدة مدن، منطقة اسمها تل الأبقعين، منطقة اسمها فحوش عيسى، منطقة اسمها أبولو، منطقة اسمها رعقدة اسكندرية. تخش بقى على السواحل الشمالية الغربية، منطقة الغربانيات اللي فيها السجن، ماشي، منطقة العالمين، الكيلو 101، لغاية ما توصل لمنطقة اسمها أم الرخم في مرسى مطروح. هتلاقي ملكنا ده رمسيس الثاني لقينا له تواجد لجنود وبشر ومعابد ومزارع وتجارة في هذه المدن. ده رمسيس الثاني هنتكلم عنه دلوقتي على الخريطة، وبعدين نوصل لرمسيس الثالث. احنا دارسين بتوع التاريخ القديم ان مصر تعرضت لهجمة يطلق عليها اسم شعوب البحر. شعوب البحر جايين منين؟ جايين من البحر. هما الحقيقة لما هاجموا مصر جم عن طريق البر والبحر، عن طريق سيناء وعن طريق البحر، وهاجموا مصر عن طريق البحر، وده النص بتاع الملك بتاعنا رمسيس الثالث. وانه التاريخ بيقول والنص اللي سجله رمسيس الثالث في معبد مدينه هابو في طيبه قال ان هو
قضى تماما على هذا الخطر الذي داهم كل حضارات الشرق الأدنى القديم من الشمال، وكاد أن يأتي على مصر ويأتي على الأخضر واليابس في مصر، وأنه أوقف هذا الزحف في معركتين، معركة برية سيناء ومعركة بحرية على سواحل البحر المتوسط. هي هو السؤال مطروح ولينا كلنا، على سواحل البحر المتوسط فين؟ عارفين النص بتاع رمسيس الثاني قال ايه؟ الثالث انا اسف، النص بتاعه عند مصب النهر، قال ان المعركة البحرية كانت عند مصب النهر، ده رمسيس الثالث. طيب خلينا بقى ندخل كده على بعض اللوحات بتاعتنا وخلينا نكتب بعض التعليقات. قبل ما ادخل لبعض التعليقات، على فكرة منطقة مارية تسمعوا عنها، مريوط تسمعوا عنها، رعقدة، عارفين ان رعقدة هو الاسم القديم للاسكندرية، منطقة ابو قير، حنت اسمها القديم حنت، رشيد، كل المدن اللي على ميناء رشيد اللي على فرع رشيد، كل المدن اللي على دمياط. عندنا كتلة حجرية موجودة في المتحف المصري، اما تروح المتحف المصري قول له انا عايز اشوف حجر اسمه حجر اشمون، اشمون مش الاشمونيين، اشمون دي مدينة موجودة في المنوفية، مدينة من مدن محافظة المنوفية، مش عارفة ايه حجر اشمون ده يا جماعة، متسجل عليه معظم المراكز والمدن التي يضمها الموقع الجغرافي لشمال غرب كل سواحل مصر، كل السواحل الشمالية الغربية دي لمصر موجودة على حجر أشمون. يرجع لعصر مين حجر أشمون؟ أسرة 26، هنتكلم دلوقتي عن الأسرة 26. واخدين بالكم عندنا كتلة حجرية فيها كل مريوط ومارية ورعقدة وكل وحنت وكل المسميات بتاعت المواقع دي، كتلة حجرية مصرية قديمة عليها كل المواقع دي. مش بس كده، عندنا كتلتين حجريتين هكلمك عنهم دلوقتي لما يجي تشوفهم، ويقولوا عليهم كتلتين التوأم، الاتنين حاجة واحدة، واحدة موجودة في المتحف المصري وواحدة كانت موجودة في المتحف القومي اللي عند ساعة الزهور، أنا بسميه ساعة الزهور وبسميه ميدان عبد المنعم رياض اللي هم سموه دلوقتي وحطوا فيه تمثال الإسكندر الأكبر، خدين بالكم، وفي المتحف ده واحدة عثر عليها في الستينيات وموجودة في المتحف المصري، والتانية عثر عليها في الآثار الغارقة في أبو قير، والمفروض إنها موجودة في المتحف القومي، معرفش هي موجودة ولا لا. والاتنين يقال عليهم إيه؟ اللوحتين التوأم، هوريهم لك دلوقتي. عارفين هم عبارة عن إيه؟ عبارة عن مرسوم لتحديد الجمارك اللي بتدخل الميناء، مرسوم للحصول على عشر التجارة اللي بتدخل ميناء حنت اللي هو ميناء أبو قير، واخد بالك، علشان كمية الضرائب دي توقف أو تعتبر هدية أو قرابين لمعبد من معابد مصر، معبد الإلهة نيت في تانيس، واخد بالك. بس الفرق بين اللوحتين اسم المدينة، إن المدينة دي تدفع والمدينة دي يعني ميناء هنا ومينا هنا، واخد بالك، الاثنين عند مصب فرعي رشيد ودمياط، الاثنين انت لما تدخل بضاعتك هنا تدينا العشر، وانت لما تدخل بضاعتك هنا تدينا العشر، والاثنين يصبوا كوقف او كقرابين وهدايا تمنح لمعبد الاله انيت في مدينه تانيس. مراسيم جمركيه كانت تمنح ويقوم بإصدارها الملك المصري القديم على المواني، على مصبات الأنهار. تقولي انت عمالة تقولي مصبات الأنهار مصبات الأنهار، أيوة، لأن مواني العالم القديم كلها كان يبحث الرجل المعماري لإنشاء ميناء آمن، هو لم يكن عنده يعني لم يكن يمتلك التقنية لصناعة ميناء ها يواجه بيها عرض البحر، يواجه بيها مواني البحر. المصري القديم سماها ايه؟ بير ايرر او راقدة، او راقدة،
خد بالك كلمة را، الناس اللي دارسين هيروغليفي عبارة عن فم، را حرف الراء، فم مدخل، كلمة فم تعني فم أو مدخل، را أو را إيرر مدخل النهر مصب النهر، خد بالك. وكان يسميها بر، واحنا برضو دارسين في الهيروغليف كلمة بر معناها بيت، تترسم كده بيت ولو فتحة واحدة، خد بالك. المصري القديم وكذلك مواني العالم القديم كله، الناس المعماريين اللي اشتغلوا على نشأة المواني القديمة، كان الإنسان يبحث على ممر آمن لدخول السفينة، واخد بالك. فكان يدور على خليج، يدور على الشكل بتاع ميناء اسكندرية الشرقي، دلوقتي هنشوفه في الصورة واخد شكل البرجي، واخد بالك. ما يقدرش يعمل ميناء في البحر المفتوح، لا، الشكل اللي أنا عاملاه بإيدي ده، تدخل المركب هنا تدخل على مصب النهر. هذا هي النظرية الآمنة للسفن في العالم القديم ببساطة. إذن نشأة المواني عند مصب النهر، هو يأمن للنهر، هو عنده خبرة لصناعة النهر بحريا، في البلد، لأنه هو كان عنده يعني تكنولوجيا أو تقنية لصناعة السفن والتعامل مع اتجاهات النهر. يعني كان يقول ايه المجبل مبحر، واخد بالك، يعني مجبل يعني رايح لوجه قبلي، يعرف النهر هيجي امتى، يعرف السفينه هتمشي امتى، يعرف امتى يوقف السفينه، واخد بالك. اما التعامل مع البحر عن طريق النهر، ولذلك دايما هتلاقيني دايما اقول لك ايه عند مصبات النهر. رمسيس الثاني قال عند مصبات النهر، والراجل بتاعنا رمسيس الثالث في حروبه ضد شعوب البحر عند مصبات النهر. طيب خليني اكمل الكلام من خلال اللوحات بتاعتي. الخريطة ببساطة بتحكي لك حاجة واحدة، هي الممرات، الطرق التجارية في العالم القديم، الطرق التجارية في العالم القديم. كان في طريقين، طريق اسمه طريق اللبان وطريق اسمه طريق الحرير. في العالم القديم، تجارة العالم القديم كله من العصور الفرعونية وفيما بعد، طريق اللبان، طبعا اللبان يعني ينسحب على التوابل، البخور اللي هي كانت بتيجي من منطقة الهند، واخد بالك، فكانت تيجي من منطقة الهند كده وتدخل عبر ايه باب المندب كده بحر الأحمر، واخد بالك، ويجي عند هنا كده، واخد بالك، ويجي ناقلها هنا للنهر. هو ما عندوش الخبره ان هو يدخل كده، لا، هو يدخل من منطقه الهند، الصين وغيرها، من جنوب شرق اسيا، ويدخل بحر احمر، باب خليج، منطقه باب المندب هنا، وتبقى محطه تجاريه، وطبعا محطه تجاريه عظيمه ورد ذكرها عند حتشبسوت اللي هي اراضي بلاد بونت. مش هقول لك بلاد بونت هي ايه عشان دي قضيه ثانيه، لكن هذه محطه تجاريه عظيمه في العالم القديم. وبعدين تدخل البحر الاحمر، وبعدين من البحر الاحمر للنيل، ومن النيل تطلع عند مصبات النهر، ومن مصبات النهر تدخل لبحر المتوسط وغيره من العالم القديم. ده طريق اللبان القديم، وكذلك طريق الحرير القديم. طريق الحرير برضو يجي من نفس الطريقه، وقد يمر عبر الاراضي الايرانيه والعراقيه، ويصب هنا، ها، يصب هنا في البحر المتوسط، وبعدين يجي عند مصبات النهر في مصر، وينزل لمصر كده، ويرجع يلف برضه نفسه. هذا هو طريق العالم، طرق التجاره في العالم القديم، طريقين، طريق الحرير القديم وطريق اللبان القديم. اذا البحر كان جزء لا يتجزا من هذه التجاره. مصبات النهر، شفت انا بقول لك مصبات النهر، لانه النهر كان له عده مصبات. نهر النيل يا جماعه كان له 7 مصبات، ماشي. فضلوا المصبات دي بتوع الجغرافيا مش عارف يقولوا عليها ايه، تتاكل، تنقرض، تختفي، بدليل ان كل الناس اللي بيشتغلوا هنا حفاير بيلاقوا ايه، بيلاقوا بقايا بحريه، بيلاقوا قواقع. احنا اشتغلنا في قوم الحصن في محافظه البحيره، كنا بنلاقي قواقع بحريه، خد بالك.
فاذا مصبات نهر النيل كان مصباته 7، ودي حاجه ثابته جغرافيا، اضمحلت وبقي الفرع الفرع دمياط وفرع رشيد. وخلي بالك في فرع دمياط كان في مواني ومصبات نهر عرفها المصري القديم واستمر عليها في العصر اليوناني، اشهرهم مدينه بولوزيوم في بورسعيد، مدينه يونانيه انشاها التجار اليونانيون في منطقه بورسعيد الحاليه اللي هي بولوزيوم. كلمه بولوزيوم جايه من بلوزه، يظهر الارض كانت رخوه زي البلوزه كده فسموها بولوزيوم او اسمها بلوزه حاليا. وهذه المدن انشاها اليونانيين امتى؟ لما جه الاسكندر، قبل الاسكندر. مدن مصر القديمه تعاملت مع التجار اليونانيون قبل الاسكندر. امتى؟ من الاسره 26 بدا ظهور التجار اليونانيون في مصر، من الاسره 26، وانشاوا مدن خاصه بيهم للتجاره وانشاوها على الانهار، اشهرهم مدينه بولوزيوم، اشهرهم مدينه نقراطيس في البحيره اللي هي قريه نقراش اللي هي كونج عيف محافظه البحيره دمنهور. واخد بالك؟ اذا هم انشاوا مدن تجاريه للتجار اليونانيين عشان يستقبلوا تجاره البحر. ما فيش حل غير كده، واخد بالك؟ ولكن كان بيستخدم مصبات النهر. بدا الفروع دي تضمحل وتنقرض، واخد بالك، وتختفي وتجف، يعني بمعنى اصح تجف معايا. وبقي فرع ابو قير او فرع كانوب معايا، هو الفرع القائم حتى يومنا هذا معايا. وانشئت على مصبه عده مدن، انشئت على مصبات فرع كانوب او ابو قير اللي احنا عارفينه عده مدن اهو. هذا هو الخط بتاع فرع كانوب لغايه ما يوصل لسواحل اسكندريه، ويمشي زي ما قلت لك لغايه لما يوصل لمين؟ لمرسى مطروح. وده اللي اثبت الباحثون المصريون، وما زلنا بنشتغل على فكره، احنا عندنا مشروع لتل الابقاعين نشتغل عليها زي ما اشتغل عليها الناس اللي قبل كده، بس هنكمل، انه عندنا عده مدن يقال عليها المدن التحصينيه. بعض الكتب تسميها، وده برضو استمرار لفكره التامر اللي قلت لكم عليها الصبح، انه يقول لك بعض الكتب تسميها مدن تعبديه، اصل لقينا فيها لوحات، يعني اكثر حاجه لقيناها لوحات تقديم قرابين، هوري لك جزء منها دلوقتي، يعني لوحات الملك بيقدم قرابين، دي اكثر حاجه لقيناها فيها، فسموها مدن تعبديه عشان ينزع عنها انها مدن تحصينيه حدوديه لتامين الحدود، واخد بالك؟ لكن تعبديه تحصينيه هي مدن عاش فيها المصريون كبشر وكجنود وكان لهم معابد ولهم مدافن ودفنوا فيها. اذا هي مدن بالمعنى المصطلح للمدينه قديما وحديثا. الخط ده اللي هو خط ابو قير، خط فرع كانوب ده او خط فرع ابو قير ده لغايه ما نوصل ظهرت عليه اللي قلت لك اكتر من مدينه تحصينيه تنسب لعده ملوك اشهرهم رمسيس الثاني ورمسيس الثالث. اشهر الملوك او الاثار اللي احنا لقيناها لملوك عظام من الاسره 19 و20 لقينا هذه المدن موجوده لغايه بتمشي لغايه رعقده ومعاها لغايه لما توصل لمنطقه مرسى مطروح. تواجد مصري على سواحل على المدن النيليه لغايه ما يوصل لمصبات النهر ويكمل مع ساحل البحر المتوسط. طيب قبل ما اتكلم عن الاثار الغارقه واللي الناس اكتشفوه في الاثار الغارقه، انا حابه اتكلم عن شخصيتين مصريتين، واحد اسمه محمود الفلكي وواحد اسمه أحمد كامل أبو السعدات. محمود الفلكي ده كان يظهر راجل باشا، ابن باشا، اتعلم سنة 1872
وعمل رسالة اسمها الإسكندرية القديمة، والكتاب موجود في السوق ومترجم باللغة العربية. والكتاب بتاع محمود الفلكي، الراجل ده كان أصلا مهندس، اتخرج من المهندس خانة هنا في مصر 1834، وعمل دراسة أثرية هندسية، أثرية هندسية لمدينة الإسكندرية، ورسم خرائط. خرائط محمود باشا الفلكي هي التي اشتغل عليها بعثات الآثار الغارقة حتى يومنا هذا. هذا الرجل المصري الذي رسم، وخرائط موجودة في الكتاب على فكرة، خرائط تحدد المواقع الأثرية في مدينة الإسكندرية، لسه الناس بتشتغل عليها لغاية دلوقتي. أشهر حاجة قال عليها محمود باشا الفلكي إنه هو حدد الحي السومة، السومة عند في الدراسة اليونانية اللي هو الحي الملكي، اللي هو من ضمنه منطقة المكتبة اللي احنا قاعدين فيها دي، حدد منطقة الحي الملكي في الإسكندرية، وقال إن هي منطقة الشطبي الأزاريطة لغاية ما توصل لمنطقة محطة نصر، لغاية ما توصل لمحطة القطر، بدليل لما جم يبنوا يحفروا ويعملوا الأساسات بتاعة المباني اللي عند حي المجلس المحلي، ها الكلام ده من سنتين قريب، عثروا على كمية هائلة من الآثار، أشهرها معبد مصري قديم، أشهرها معبد مصري قديم، ماشي. والناس قعدت تشد مع بعضها، وحنحافظ على المكان لأن كان على وش الأرض يا جماعة، انتوا كنتوا تمشوا ناحية السور كده تلاقي الآثار والمخازن والدنيا جميلة جدا. وفضل شد وجذب، لكن كانت الشرطة قبل الثورة ودفنوها، والله أعلم راحت فيه. بقول لك الحي الملكي حدده محمود باشا الفلكي في الخرائط بتاعته، كتاب محمود باشا الفلكي موجود في السوق، هو كتاب قديم لكن الناس اشتغلت عليه لغاية وقتنا هذا، واحنا ممكن نكمل، ممكن نشتغل كمان تاني يعني. واخينا التاني اللي هو احمد كامل ابو السعدات، الراجل ده سنة 1961، الراجل كان شغلته غطاس، محترف غطس، محترف ينزل تحت المية ويطلع، محترف ينزل تحت المية ويشوف ويجي يقول لنا هو شاف ايه. 1961 نزل غطس في المينا الشرقي وغطس في خليج ابو قير، ووصف لنا من الحاجات اللي شافها، وصف لنا تمثال ضخم للمعبودة ايزيس تم استخراجه من 1961 بعدها 33 سنة، من حوالي 5 سنين طلع التمثال ده، اللي هو تمثال إيزيس اللي مصنوع من البازلت الأسود المقطوع الرأس، هوريه لك دلوقتي. ماشي. الراجل ده اشتغل في مع بعض البعثات وخاصة بعثة اليونسكو، واشتغل مع الناس وعطاهم المعلومات اللي عنده، واختفى من على مسرح الأحداث فجأة، وقيل أنه غرق. وبرضه انا اقول لك يعني ايه واحد غطاس يغرق؟ انا اغرق مثلا، انا اغرق شبر معي، لكن هو يغرق؟ انا عارفه غطاس. ده احمد كامل ابو السعادة، دول الشخصيتين اللي انا حابه اتكلم عليهم، محمود الفلكي واحمد كامل ابو السعادة. كل الشغل ده اتجمع في ايد كل الباحثين، وهو متاح لكل الباحثين، وعلينا ان نعمل عليه وان يعني نبحث فيه ونستخلص منه المعلومات المحترمه اللي تجذر لسواحل مصر الشماليه كلها بغض النظر عن الاسكندريه فقط. بعثات الاثار الغارقه اشتغلوا على كل سواحل الاسكندريه، على فكره الاثار الغارقه مش بس في ابو قير ولا في جزيرة نيلسون ولا في عند قلعة قايتباي، ده كل سواحل اسكندرية على فكرة، الإبراهامية، وانت ماشي كامب شيزار، كل سواحل الاسكندرية قابلة للبعثات التنقيبية عن الآثار الغارقة. والكتل اللي موجودة تحت هي كتل ضخمة جدا، معظمها عبارة عن بقايا مسلات وتماثيل ضخمة، وتحتاج يعني تحتاج لتكافل وتكتل جهود
واموال كتير. دي الحاجه اللي احنا لازم نعترف بيها، تحتاج لجهود وتقنيات عاليه جدا واموال وخبرات، وهذا متوفر. علينا ان نعترف ان هذا متوفر لدى البعثات الاجنبيه اللي اشتغلت واللي ما زالت بتشتغل. هو بس انا عايزاهم يشغلونا معاهم من الاخر كده. انا كل ما قابل امبرير اقول له يا امبراطور خد التلامذه معاك، سيبنا احنا عجزنا خالص، خد الطلبه، خد الطلبه معاك بس يشتغل. الكتل اللي تحت من ضخامتها ومن كتر النقوش اللي عليها هم طلعوا اللي يقدروا عليه، لكن في كتل ما قدرش يطلع. شفتوا بقى التقنيه اللي عملوا ايه؟ ان هو بينظف تحت في الميه، يقعد ينظف. اكيد في هنا حد من الاثار الغارقه وليا زمايل كتير وصفوا لي بصراحه وصف رائع، لكن هي تقنيات عاليه جدا. ينظف الاثار تنظيف رائع بحيث يحافظ على النقش اللي موجود تحت، وبعدين هو مش هيقدر يصوره تحت الميه، او لو صوره حتى مش هيديله الدقه، فيعمل له ايه؟ يعمل له كوبي، بيصب على النقش ماده مطاطيه، طبعا ماده كيماويه المفروض انها ما تاثرش على الاثر، يصب عليه ماده مطاطيه كيماويه، واخد بالك؟ وبعدين ايه؟ يقشر. عارفين الماسك اللي بيتحط على الوش؟ هي نفس الفكره. ويجي شايل ايه؟ القشره دي او الماسك ده. الماسك ده بيعمل ايه؟ كوبي للايه؟ للنقش اللي موجود تحت الميه، خلين بالكم. ويبتدي يعرض علينا هذه النقوش، يعرض علينا هذه النقوش. انا اخترت لكم النقوش المصريه الفرعونيه التي تنسب الى ملوك مصر الفرعونيه، وخاصه الدوله الحديثه وعصر متاخر. مثلا اللوحه اللي قدامنا دي رقم 781، هم طبعا مرقمينها، عليها القاب الملك المصري القديم زي ما هي واضحه كده، وتنسب الى احد ملوك العصر المتاخر، ملك من ملوك الاسره 26 اسمه تحتمس الثاني او ابريس، مشهور في التاريخ باسم ابريس او تحتمس الثاني. والراجل ده لما تقروا تاريخه هتلاقيه في معارك كده حصلت بينه وبين الجنود المرتزقة الإغريق اللي كانوا موجودين في مصر قبل الإسكندر. مصر تعاملت مع اليونانيين كتجار وجنود مرتزقة قبل الإسكندر من الأسرة 16. ده جزء من مسلة، جزء من مسلة تنسب إلى الملك مرين بتاح ابن رمسيس الثاني. هو بص، هو هنا في برضو ايه اسم الملك مصر القديم والالقاب بتاعته، لكن انا عايزه اقول لك على القدم دي، اثار القدم دي هنتكلم عنها دلوقتي حالا. اثار القدم، هذا مفهوم عند المصري القديم ان الملك المنتصر يمثل وهو يطأ باقدامه اسماء اعدائه. المصري القديم كان يسمي الأعداء الأقواس التسعة، هي القوس نسبة إلى أداة الحرب، فكان يسميهم الأقواس التسعة. وكانوا أحيانا على فكرة التسعة مش هم يعني مش تسعة بالضبط، لكن هو كان يحدد أعدائه، وكان عملية إن هو يطأ بأقدامه على الأقواس التسعة أو على أعدائه هي إشارة لانتصاره. هذه جزء من مسلة لعصر برضو الملك بتاعنا ميرين بتاح ابن رمسيس الثاني، وجزء من المسلة، لكن واضح ان احنا هنا ايه القابي بتاعتها واضحة جدا، القابي الملك واضحة جدا. في البالك دي مش المسلة، ده قابي الجزء اللي اتقشر، الماسك اللي اتخلع. جزء من المسلة تنسب إلى ملك اسمه مري رع باين أمون، هو اسم من أسماء الملك برضو ميرين بتاح ابن رمسيس الثاني، تم استخراجها من منطقة قايتباي عند الميناء
بتاعتنا في سواحل مصر الشمالية الغربية. خلي بالك هنا خرطوشين، والخرطوشين منسبه الى الملك بتاعنا ميرنبتاح. واضح ان في مسله ضخمه جدا او اكتر من مسله موجوده تحت الميه عند منطقه قايتباي تنسب الى ميرنبتاح ابن رمسيس الثاني. وليه خرطوشين؟ احنا عارفين الملك المصري القديم كان له اسم الميلاد واسم التتويج، الاسم اللي اتولد بيه والاسم اللي عندما يعتلي العرش كان يسمى باسم اخر. هذا موروث مصري قديم عندنا، احنا عندنا معظمنا بيبقى لهم اسمين. البابا عندما يعتلي كرسي البابوية بيبقى له اسم قبل البابوية واسم بعد البابوية. موروث مصري كان له اسم الميلاد واسم التتويج، وهذا كوبي من مسلة الملك بتاعنا ميرنبتاح. بالألقاب بتاعته والصيغة دي اللي هي معروفة عند الناس بتوع الإيجيبتولوجي اللي هي عنخ وجا سينب، فليتمتع بالحياة والصحة والنصر والسعادة. برضو جزء من مسلة تنسب للملك أبريس، الملك اللي قلت لك عليه اسمه تحتمس الثالث. وأبريس ده سموه سوري تحتمس الثاني سموه. وهذا الملك عاش في الأسرة 26، وكان مصر أيامها بتستعين بالمرتزقة اليونانيين لدرجة إن المرتزقة اليونانيين اتخانقوا مع المرتزقة، يعني وقعت معركة اسمها يطلق عليها اسم معركة برقة في ليبيا بين الجنود والجنود اليونانيون تحت مسمى ورثة العرش المصري القديم. برضو هنا عنخ جاثيني والخرطوش بتاع أبريس أو إيبريس اللي هو أحد ملوك الأسرة 26. الألقاب الموجودة هنا أنا هقول الترجمة بتاعت اللي موجود هنا اللي هي نب جر عحام. نب يعني سيد، وجر عحام مكان موقع في البلد. سيد جر عحام بيقول لك ان جر عحام هو مدينة أون عين شمس هليوبوليس، مدينة أون أو عين شمس أو هليوبوليس، وكان فيها مدينة تحصينية عظيمة ضمن المدن التحصينية التي أنشأها ملوك مصر القديمة. إذن هو ملك من القادة العسكريين ينسب إلى نفسه أنه سيد إحدى المدن التحصينية اللي هي جر عحام، وهي مدينة يعني مدينة تحصينية ضمن موقع أون أو عين شمس اللي هي مدينة هليوبوليس حاليا. برضو من الآثار التي عثر عليها في منطقة قايتباي، وده برضو مش دي مش الكتلة الحجرية إنما دي كوبي من الكتلة الحجرية. هذه الكتلة تنسب إلى الملك ميرنبتاح برضو، وجزء من مسلة، طبعا هنا في هنا ألقاب الملك المصري ميري محبوب خبال، وهنا عندنا مخصص للمدينة التحصينية خبال التي قائم عليها هذا الملك. كل اللي انا بعرضه على حضرتك دي هذه اثار عثر عليها جوه الميه هنا في اسكندريه، وتنسب الى ملوك مصريين الى عصر مصر الفرعونيه. برضو خرطوش ملكي، بقايا خرطوش ملكي، وبجانبه الالقاب الملكيه. العلامه دي الناس اللي جي واجيت دي المعبودة
وجيت اللي هي على هيئه الحيه التي تمثل منطقه الدلتا، ودي المعبوده نخبيت التي تمثل منطقه الصعيد، يعني انه الملك ده هو المسيطر او المهيمن او الزعيم الديني للصعيد والدلتا باختصار كده، المنتمي الى السيدتين، احنا بنترجمها كده المنتمي الى السيدتين اللي هي وجيت ونخبيت. وبرده الخرطوش ده ينسب الى الملك ايب رع اللي هو المشهور باسم ابريس في اليونانيه او احمس الثاني في التاريخ المصري القديم. برضو جزء من المسايا. طيب التمثال ده اللي قدرت اتحصل عليه، وده برضو فيه ندره في الحصول على ما انتجته بعثات الحفاير باختصار شديد. فيها صعوبه، لكن اللي يتعب يلاقي، ما يعني لازم نتعب عشان نحصل على المعلومه. التمثال ده لموظف مش ملك بقى، ناس عاديين، موظف ويعني رجل كان يدير موقع اداري جوه المدينه. اني مدينه؟ المدينه التحصينيه، فين؟ في منطقه ام الرقم بعد مرسى مطروح ب 30 كيلو على سواحل البحر المتوسط. ستيفن سنايل تقريبا في الثمانينات، الراجل ده بتاع متحف المتروبوليتان، جه واشتغل في منطقه ام الرقم وطلع كم هايل من الاثار ومقبره، يعني جبانه، انا اقصد مش مقبره، جبانه لصغار الموظفين الذين كانوا قائمين على اداره هذه المدينه. يعني اذا الإدارة المصرية وصلت حتى حدودنا الشمالية الغربية إلى ما بعد مرسى مطروح بإدارة ما يمكن أن يطلق عليه اسم المدن التحصينية، وبلاش نقول زي ما بعض المراجع الأجنبية المدن التعبدية، خد بالك؟ هو عشان زي ما بقولك كده، هو هي نوع من اللؤم والتآمر منه، لكن خلينا نقول عليها مدن تحصينية. اللي زار مدن في سوريا القديمة أو في منطقة فلسطين القديمة اللي هي فعلا مدن تحصينية، أسوار ضخمة، معابد، أرشيف، سجل يعني يتسجل فيه كل حاجة، إدارة، مواقع إدارية. نظام المدن الحدودية معروف كله في العالم القديم، زي ما قلت لك برضو المواني، مواني العالم القديم تختلف عن مواني العالم الحديث. هذه عمارة العالم القديم وعلينا أن ندركها بتقنياتها بإمكانياتها اللي كانت موجودة. ده تمثال لأحد موظفي منطقة أم الرخم على سواحل مرسى مطروح، ينسب إلى عصر رمسيس الثاني. مدينة تحصينية تنسب إلى عصر رمسيس الثاني، فين؟ في مرسى مطروح. هو على فكرة ناقصة السي دي، هو ما خدش السي دي لأنه كده خلاص. يعني لو يقدر يحط لي السي دي وانا هكمل. في منطقة العالمين المعروفة في سواحل الاسكندرية الشمالية، عصرنا على لوحة ان شاء الله هوريها لك دلوقتي. اللوحة دي تنسب الى رمسيس الثاني، عبارة عن لوحة تقديم قرابين لمعبود اسمه ايه؟ حور اختي تا تيتن. المسمى ده بغض النظر اسمه ايه المعبود، هذا كان المعبود المحلي للاقليم السابع من اقاليم مصر. انت عارف المصري قسم جغرافيته شمالا وجنوبا الى عدة اقاليم، منها الاقليم السابع اللي تقع ضمنه منطقة الاسكندرية بشمالها الغربي ده كله، بسواحلها الشمالية الغربية دي كلها. ماشي؟ في منطقة العالمين حاصرنا على لوحة تقديم قرابين من رمسيس الثاني إلى أحد المعبودات. المعبود هو الرمز الديني أو الرمز المحلي للإقليم السابع الذي تقع ضمنه منطقة الإسكندرية.
رحت نقراطيس وقلت لك ان الروحتين الاثنين زي بعض بالنص كله، هي في الاخر ان التجارة اللي تدخل من عند مصب النهر تدفع عشر الرصيد بتاعها ليقدم كقرابين وهدايا الى معبد الالهة نيت في منطقة تانيس. وواحدة عسر عليها عند المصب بتاعنا في ابو قير، واخد بالك، وقلت لك موجوده هناك. انما اهم حاجه اللي عسر عليها في منطقه ابو قير فيها اسم ابو قير القديم اللي هي حنت، ح نون ت، معايا؟ اذا منطقه ابو قير كانت ميناء من عصر الدوله الحديثه، وهي ميناء على مصب النهر برضه، ميناء ضمن مصب النهر في عصر الدوله الحديثه. وعملية دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية كانت معروفة عند المصري القديم، وكانت توقف من أجل بعض المعارك. بقايا مسلة، دي تصوير بقى جوه المية، بقايا مسلة، المسلة دي ترجع لعصر سيتي الثاني. هو الحقيقة هتلاقيني قررت لك أسماء بعض الملوك، سيتي الثاني خلينا، أو سيتي الأول اللي هو أبو مين؟ رمسيس الثاني. ورمسيس الثاني ابنه ميرين بتاح، يبقى انا جبت لك سيرة سيتي، رمسيس الثاني، ميرين بتاح، رمسيس الثالث، وبعدين جبت لك ملك من الاسره 26 اللي هو ابريس او احمس الاول. واخد بالك؟ خلي بالك معظم الاثار اللي جوه الميه تنسب الى هؤلاء الملوك. ده في حد ذاته يطرح تساؤلا، ده في حد ذاته يطرح تساؤل شديد الخطورة، وهي ان مصر كانت تتعرض لخطر شديد يأتي من البحر، ولذلك كثف هؤلاء الملوك تواجدهم على سواحل مصر الشمالية اللي هو ما يطلق عليه سي بيبول او شعوب البحر. هفكرة سي بيبول دول معروفين في التاريخ ان هما كانوا قبائل بربرية همجية، يعني ناس بيبحثوا عن اي مركز حضاري للتواجد للاستقرار للبحث عن الكلأ والماء زي بالمفهوم المعروف، واتوا على حضارات كتيره من الشمال، يعني اتوا على حضاره بابل واشور والدوله الحيسيه اللي هي تركيا حاليا، واتوا على المدن السوريه، وكادوا ان ياتوا على مصر. واخد بالك؟ والناس دول يعني علشان نديهم حجمهم الطبيعي كانوا لما يلاقوا مدينة يستقروا فيها يمنحوا اسمهم للمدينة اللي استقروا فيهم، يعني لما استقروا في فلسطين سموا فلسطين باسمهم البلسك. يعني إذا هم عبارة عن عشائر قبائل استقرت في هذه المواقع وعطت اسمها للمكان. قبيلة منهم اسمهم الشكلش والشردن، واخد بالك، استقروا في جزر البحر المتوسط منها جزيرة سردينيا وجزيرة صقلية. هؤلاء منحوا اسمهم كقبيلة أو عشيرة، منحوا اسمهم للمكان اللي استقروا فيه. ده في منهم دخلوا مصر والمصريين اتعاملوا معاهم بقى بإيه؟ بعقلية المصري القديم. منهم عنصر اسمه الشردن، ده تلاقيه موجود من عصر رمسيس الثاني. الشردن، الشردن دول لا، المصري القديم ما عطهمش الفرصة ان هم يقعدوا ويدوا اسمهم للمكان، قال لهم تعالوا مش انتوا بتعرفوا تحاربوا، هشغلكم جنود مرتزقة في الجيش المصري. شغل الشردن فرقة مرتزقة في الجيش المصري. واخد بالك؟ الآثار الغارقة التي عثر عليها في سواحل الإسكندرية كلها تنسب إلى هؤلاء الملوك. من أول سيتي الثاني، من أول سيتي الأول، ورمسيس الثاني، ورمسيس الثالث، وميرين بتاح، وأحمس، يعني أسرة 19، 20، 26. هذه فترات النهضة يا جماعة، فترات القوة، فترات إعادة الأمجاد في تاريخ مصر القديمة، فترات تعرض مصر لخطر شعوب البحر. هذه قراءة للتاريخ، وعلينا أن نعترف بأن هذه الآثار وضعت هنا لأن هؤلاء الملوك أرادوا وضعها هنا، وليس كما قيل إن المسلمين خوفا من الأخطار
بتاعه الصليبيين ولا تسنامي ولا زلزال راحوا رامينها في البحر. هذا ادعاء باطل. المسلمون في الاسكندريه تعاملوا مع الاثار زي ما انتم شايفين، عندنا اثار لسه موجوده. المسلمين على فكره العرب عند فتحهم لمصر سموا معابد الكرنك، هم اللي سموها كرنك، تسميه نسبه الى قصر الخوارنق للملك النعمان ملك الحيره. القصر بتاعه كان خوارنق، فشافوا ما ردموهاش ولا لقوها متغطيه بالرمله ولا كسروها، هم سموها كده. خد بالك، فادعاء باطل برضو على المسلمين ان هم يرموا الاثار في البحر، هذا ادعاء باطل. وهذا الادعاء يروج له المستفيد من الاثار المصريه، هذا الادعاء يروج له المستفيدون من الاثار المصريه. انا معلش هطلع من الموضوع سنه صغيره وهرجع تاني. عمليه هدم الاضرحه، هدم الاضرحه يا جماعه، الاضرحه تحتوي على مكتبات قيمه، تحتوي على تراث اسلامي انساني في الاول، انساني قيم جدا وثري جدا. وابحث عن متاحف ومكتبات الخليج ستجدها هناك، ستجد محتويات المكتبات والأضرحة. سافرت إلى مكتبات ومتاحف الخليج حاليا، خد بالك. فهو ادعاء باطل على إنك تتهم المسلمين الذين عاشوا في مصر أنهم هدموا الأثار أو ردموا الأثار أو شافوها مردومة ودلوقتي الرملة طلعت عليها فيلا بينا نهدمها. العرب هم اللي سموا مصطبة شبس قائف، آخر ملوك الأسرة الأربعة سموها مصطبة فرعون، هم اللي سموها، ولغاية دلوقتي في كل المراجع الأجنبية سموها مصطبة فرعون، مصطلح مصطبة فرعون، مقبرة فرعون. واخدين بالكم؟ معلش هرجع لموضوعنا على طول. الراجل ده الحليق الرأس والدقن ده يمثل الإله بتاح. الإله بتاح هو الإله المحلي لمدينة منف، أقدم عاصمة في العالم القديم كله. والعلامة المربعة دي اسمها حوت عاط، يبقى ده الإله بتاح بتاعنا حتى اسمه، وده الإله بتاح كان بيمثل على هيئة البشر حليق الرأس وله ذقن، ودي اسم مدينة اسمها ايه؟ حوت عاط. لا الراجل بتاع منف، ايوه، ما جوه حوت عاط. على فكره حبينا نترجم كلمه عا يعني عظيم، وحوت يعني مدينه، قلعه، منطقه محصنه، خد بالك. اذا حوت عاط هي القلعه العظمى او القلعه الكبيره، خد بالك. يبقى جوه مدينه منف كان هناك حوت عاط، مدينة عظمى أو قلعة أو مدينة تحصينية اللي بنتكلم عليها، مدينة تحصينية، مدينة لحماية العاصمة القديمة اللي هي منف. هذه هي عمارة مصر القديمة لتضع يدها المركزية على كل المناطق الجغرافية سواء كانت في الحدود أو في الداخل لتأمين هذه البلاد المدن التحصينية التي أطلق عليها خطأ المدن التعبدية. دي لوحة برضو عثر عليها أو يعني تم نقل كوبي منها بالطريقة اللي قلت لك عليها الكيميائية دي، وده المعبود رع حرختي، ده المعبود الذي اعتبر رمزا للإقليم السابع من أقاليم مصر الشمالية أو أقاليم الدلتا التي تقع ضمنه منطقة الأسكندرية وما حولها وما حولها، الإقليم السابع، ماشي. رع حورختي، محبوب رع حورختي، وطبعا الخرطوش ينسب إلى ملك مرمبتاح. برضو عندنا هنا خرطوش، هنا الملك اللي انا قلت لك عليه اللي هو الملك
قلتي الاول محبوب بتاح من رع من رع من معت رع من معت رع تبالك. اذا هذا هذه جزء من مسله للملك سيتي الاول ابو رمسيس الثاني. ابو رمسيس الثاني بدايه الاسره 19 جزء من مسله تنسب الى هذا الملك. تم استخراج النص فقط ولكن هذه الاثار لم تستخرج بعد. برضو جزء من لوحه تعبديه نفس الراجل بتاعنا اهو راح وراختي اللي هو المعبود المحلي للاقليم السابع من اقاليم مصر في الدلتا، ولوحه من الاثار الغارقه اللي ما زالت موجوده. برضو الجزء ده اللي انا بقول لك عليه انه يمثل جزء من مسألة، وواضح انه في شخص اهو وهي نفس المنظر بتاع الملك لما يبقى في حاله قوه كده ويطأ باقدامه الاعداء. واخد بالك؟ يطأ يعني هي في حاله ايه؟ الرجل هنا متنيه ليطأ باقدامه الاقواس التسعه اللي هم اعداء مصر. حاله حرب يعني حاله استنفار للقوه في ذلك الوقت. بعض الباحثين بيربطوا بين اللوحه دي واللوحه دي. واخد بالك؟ بيقول لي ان رجليه هنا رجل الملك هنا تشبه الرجل دي. واخد بالك؟ في كل الاحوال هذا المنظر المعتاد عندنا في مصر القديمه اللي هي منظر الوحده بين الصعيد والدلتا، يطلق على اسم سيماطاوي اللي هو الوحده. واخد بالك؟ وبيقول لك ان دي عمليه ربط اهو. بص العقده دي، العقده دي انه هنا ودي كانت رمزيه ملكيه ان الملك لازم يمثل يا اما هو يا اما المعبودات يا اما هو امام هذا المنظر، ان هو ملك للصعيد والدلتا، ملك لكل مصر، ملك لكل المصريين. واخد بالك؟ لازم يمثل نفسه بهذه العقده. يقال ان دي بتمثل الرئتين وان دي بتمثل العمود الفقري للانسان، يعني رمزيه وعمليه العقده بين حدود مصر شمالها وجنوبها وشرقها وغربها وسواحلها وصحراويها. واخد بالك؟ ففي ناس ربطت بين المنظر ده والمنظر اللي قبله ده اللي هي رمزيه السيماطاوي اللي هي الربط ما بين الصعيد والدلتا. دي اللوحه بتاعت الملك بتاعنا رمسيس الثاني. اهو رمسيس الثاني بيقدم القرابين، ودي الخرطوشين بتوع الملك رمسيس الثاني للمعبود رع حورختي طا تنن، المعبود المحلي او الرمز الجيني للاقليم السابع من اقاليم الدلتا اللي عثر عليها في منطقه العالمين. على فكره يقال، انا ما عنديش اللوحه بصراحه، يقال ان نفس اللوحه دي التعبديه دي اللي هي لوحه تقديم القرابين من قبل رمسيس الثاني الى رمز اله الاقليم السابع عثر عليها في منطقه سينما راديو. عارفين فاكرين الحفاير اللي كانت هناك قبل عمليه الانشاءات دي؟ بيقولوا ان في لوحه، انا بصراحه ما توصلتش ليها، فيها نفس السمات نفس الشكل. ده اللي انا بقول لك عليه اللي هي بير ايرر او علامه بير، المدن سوري المواني في العالم القديم. هذه ميناء الإسكندرية القديم واخدة الشكل ده، واخد بالك؟ ولكنها كانت تقام عند مصب النهر، يعني لازم هنا يكون مصب النهر ويختار منطقة شبه خليجية كده وهنا يعمل ايه؟ فتحة لدخول السفن. هذه هي التقنية الآمنة التي اعتاد عليها الإنسان في العالم القديم. على فكرة يقال أن ميناء كريت القديم نفس الصفة المعمارية، يقال أن ميناء أرواد على سواحل البحر المتوسط عنده نفس السمة المعمارية، سور وصيدا، كل مواني العالم القديم واخدة نفس الصفة المعمارية إن هو يختار مكان آمن، إما مكان خليجي يعني البر يبقى محاصر البحر أكتر من البحر يعني، خد بالك؟ وسماها المصري القديم بر. العلامة دي لو رسمتها كده تعرف إن أنت رسمت كلمة بر.
في النصوص المصرية القديمة التي تعني بيت، مقر، معبد، منزل، واخد بالك، ومينا. وانا لما بقول بير ايرر، بير ايرر ده نفس اللفظ الذي ورد عند رمسيس ثلاثة في معبد هابو في معركته ضد شعوب البحر، سماها بير ايرر، وكتب جنبها ايه؟ لقد بنيت سورا عظيما او حائطا عظيما حول مصر حتى لا يراها اي شخص. يقصد مين اي شخص؟ شعوب البحر اللي جايين منين؟ جايين من البحر او جايين من البر، خد بالك؟ وسماها بير ايرر. اذا هذا الرجل كان يتقن انشاء المدن التحصينيه عند مواني البحر المتوسط لصد الخطر الآتي من شعوب البحر. دي طبعا المواقع اللي اشتغل عليها بعثات الحفاير الأجنبية هنا في مصر. طبعا هم عصروا على حاجات جميلة جدا. ده خاتم وبيقولوا ان هو موجود هنا في متحف المكتبة. وهو طبعا الرمزية الموجودة فيه دي اللي هي بتاعت الجيك دي، دي رمزية يونانية قديمة. دي رأس المعبود سيرابيس وعسر عليها في منطقة أبو إير. ده اللي بقولك عليه تمثال المعبودة إيزا. إيزا، نوسا، أوسا، هذا مسمى مصري معتاد عليه. إيزا ونوسا وأوسا، اسمها إيزا وليست إيزيس. السين هي سين يونانية، إيزيس وأوزوريس ومنفيس ونفتيس، كل دي تسميات يوناني. وده التمثال المصنوع من البازلت الأسود اللي قلت لكم عليه إنه أحمد كامل أبو السعدات في الستينات وصفه، قال لهم يا جماعة أنا شفت كذا كذا، واخد بالك؟ ولكن تم استخراجه بعدها ب 33 سنة لما جه الإسكندر. سوري، لما جت بعثات الحفاير بتاعة الآثار الغرب. أنا حبيت أجسد لكم من معبد هابو، المعبد ده موجود في منطقة الأقصر في البر الغربي، وأجسد لكم شدة المعركة، قسوتها، المعركة البحرية والمعركة البرية التي خاضها رمسيس الثالث ضد هذا الخطر الداهم الذي كاد أن يأتي على الحضارة المصرية. ده جزء من مناظر الصراع في بين الجيش رمسيس الثالث وما يطلق عليه اسم شعوب البحر. المنظر ده في أبو سمبل رمسيس الثاني، وده بيصور معركة رمسيس الثاني في منطقة قادش في سوريا. رمسيس الثالث هابو، منظر الأيدي المقطعة طبعا أكيد سمعتوا عنها. برضو دي معركة، برضو معركة خطيرة وشرسة اللي هي معركة رمسيس الثالث ضد شعوب البحر. وصور رمسيس الثالث نفسه وخجالك، وهنا موظفين جايبين له ايدين مقطعة، قطع أيدي القتلى وليس الأحياء، قطع أيدي القتلى وتقديمها إلى الملك. هو يبدو أن رمسيس الثالث خاف أن الموظفين يأفوروا في الأرقام، يعني يقولوا أتنا 1000، 10,000، 500,000، واخد بالك؟ وهذا منظر الوحيد اللي موجود في الحضارة المصرية كلها اللي هي منظر الأيدي المقطعة. لكن هو أنا حابة أقوله أنه هو يعكس شراسة المعركة التي خاضها رمسيس الثالث ضد شعوب البحر الذي جعله بعد ما خلص من شعوب البحر بنى سور من المدن التحصينية البير إيرر دي حوالين سواحل مصر كلها. ده تحديد للإقليم السابع اللي قلت لكم إن المعبود الرسمي بتاعه رع حورختي تا تنين، تقع ضمنه منطقة ايه؟ رع قدد، ماشي؟ وخلي بالكم يا جماعة، هي رع وقدد،
هي رعدي راعة وليس المعبود رع. الناس اللي دارسين لغة لو هو معبود كان يحط مخصص ايه؟ المعبود. ماشي؟ لا، هو كتب ر حرف الر وعاء اللي معناها عظيم وقدت. ماشي؟ وانا قلت لك كلمة را معناها فم او مدخل او مصب، واخد بالك؟ المدخل العظيم. ماشي؟ تقولي يعني انت عايزه تقولي انها مينا؟ اقول لك اه انه، بس انا لا اجرؤ على ذلك لان انا مش متخصصه لغه مصريه قديمه. لكن هو صحيح المصري القديم سمى المواني من، كلمه من معناها مينا. منف، منف دي معناها ايه؟ من نفر، الميناء الجميل، الميناء الحلو، الميناء الطيب، مش كده؟ وكلمه من استمرت في اللغات لغايه ما بقت مينا، مارين، ماريا، ها؟ يعني دخلت في كل لغات الدنيا. دي معناها من. ماشي؟ لكن انا ما اقول لك را، انا ما اقصدش مينا قد ما اقصد مصب. مدينه على المصب، المدخل. واخد بالك؟ اذا احنا متفقين انها ليست رع. كلنا متفقين انها ليست الاله رع. ماشي؟ لان في ناس بتكتبها في بعض الكتب يقول لك ايه رع قدت، يعني ان الاله رع انشاها. لا، هي را وعا، المدخل او المصب العظيم. ماشي؟ الذي تم انشاؤه او المنشا او المقام او غيره. ماشي؟ وقد نتفق اذا استمرنا على ان را معناها مدخل المصب او المينا التي تقام على المصب. اذا الاسكندريه كانت ضمن الاقليم السابع وكانت احدى المواقع التي اعتبرناها مصب او ميناء على المصب، بدليل ان احنا قلنا ان في مدينه اخرى او موقع اخر جنبها اللي هو ابو قير، ولقينا لوحه من الاسره 26 واسمها حنت، مينا اسمها حنت على طول كده. ده الاقليم السابع. وخلي بالك رمزيه الاقليم، كل اقليم كان له رمز كده، زي ما احنا عندنا اسكندريه بنعمل علم وحاطين عليه الفنار. اسلحه، دي عباره عن اسلحه، يعني مدى خطوره الموقف. مره اخرى، هذا مصب، هذا مسار الفرع الجنوبي معايا، وهذه هي منطقه ابو قير. منطقة أبو قير دي بصراحة عايزين نجمع الداتا العلمية اللي اشتغلوا عليها بتوع الآثار الغارقة. ليه؟ لأن عندنا واحد اسمه باولو جالو، إيطالي، دخل من الخليج بتاع أبو قير ده، ودخل شوية كده ماشي في الجزيرة اللي هي معروفة اسمها جزيرة إيه؟ نيلسون، واشتغل حفاير هناك. باولو جالو الإيطالي، ماشي، من حوالي سنتين ثلاثة اكتشف إيه بقى في الجزيرة دي؟ اكتشف جبانة ترجع إلى الأسرة 26 في جزء مقارب للميناء اللي احنا قلنا عليه ميناء حنت، اللي هو ميناء أبو إيو. باولو جالو اكتشف جبانة ترجع إلى، وفيها أساس جنزي، يعني احنا عارفين إن المدافن في مصر القديمة كانت تحتوي على أساس جنزي، على محتويات يحتفظ بيها المتوفى. برضو الحاجات اللي طلعها باولو جالو، ناووس. الناووس عبارة عن زي مستطيل كده يوضع فيها تمثال المعبود. ناووس يعني عبارة عن مكان يوضع فيها تمثال. وكان مصري قديم على حواف الناووس. الناووس ده أو حواف المكان اللي بيحط فيه تمثال المعبود ينقش يكتب عليه. النقوش التي عثر عليها البعثة الحفاري الإيطالية تنسب إلى ملك اسمه نقطانيب الأول، أول ملوك الأسرة 30، أول ملوك الأسرة 30 نقطانيب أو نختانيبو، أحيانا بيتكتب نقطانيب أو نختانيبو. القطة
الناموس دي، القطع الناموس ده اتكسر، بيقول لك اتكسر ثلاث حتت، حته موجوده في اللوفر في متحف اللوفر، وقطعه وقطعتين عثر عليهم كان امير مصر اسكندراني اسمه عمر طوسون، نسمع عنه. عمر طوسون ده كان راجل برضه مهتم بالاثار هنا في اسكندريه، والباقي باقي الناموس في الاثار الغارقه، تم استكمال الناموس ماشي بالاثار الغارقه، عثر على باقي القطع او اربع قطع كملت الناموس ده. يعني لو جبنا الحته بتاعه اللوفر والحته بتاعه عمر طوسون والحته بتاعه والاربع اجزاء بتاعه الاثار الغارقه، يكملوا المستطيل الذي ينسب الى نقطنب احد ملوك الاسره 30. جماعه كم هايل، كم لا يحصى من الاثار المصريه التي تم استخراجها والتي ما زالت تحت المياه. ولكن زي ما انا بقول لك، هناك نوع من الاغفال والتجاهل وعدم الاعتراف بالتواجد المصري على السواحل الشماليه الغربيه وخاصه على الاسكندر، بدليل انه في فتره ما قريب شالوا تمثال عبد المنعم رياض من عند ساعه الظهور وحطوا تمثال الاسكندر الاكبر، الاسكندر مش اقول الاخر ماشي. وبالمناسبه في المظاهرات لقيت شويه شباب صغيرين كده حلوين وماشيين في المظاهره وشايلين علم ولا بانر كده وحاطين عليها احفاد الاسكندر. ما احنا لازم نقرا تاريخنا. ازاي انا ابقى احفاد الاسكندر؟ ازاي انا ابقى حفيده نابليون؟ ازاي يعني ازاي ابقى حفيده المحتل؟ خد بالك، هذا خلط وفقدان لحلقات التاريخ، عمليه يعني تضييع لحلقات التاريخ. احنا بتتساقط مننا الحلقات التي تثبت تاريخنا، التي تدمغ تاريخنا. عمرنا ما هنبقى احفاد الاسكندر، نحن مصريون. هو ده الناموس اللي انا بقولك عليه، الذي عباره عن مستطيل للوضع التمثال جوه، خد بالك، تم استكماله على يد بعثه الحفاير دي، وهو ناموس هيراكليون، وينسب الى مدينه حنت اللي انا بقول لك عليها اللي هي ابو قير، وهو ينسب الى الملك نقطنب الاول احد ملوك الاسره 30. انا هنا بقى عملت لك ايه مقارنه بين اللوحتين اللي انا اتفقنا عليهم، اللي هما بيسموهم لوحتي نقراطيس، لان واحده عثر عليها في نقراطيس وواحده عثر عليها فين؟ في حنت في ابو قير، واخد بالك؟ واحده موجوده في المتحف المصري وواحدة موجودة المفروض فيما يطلق عليه اسم المتحف القومي اللي بعد ساعة الظهور أول شارع فؤاد. واحدة عثر عليها في الخمسينات وواحدة عثر عليها تقريبا في 2005 2006 في الآثار الغارقة. خليني أقول لك الوقت قرب، يعني اديني رينج. خليني اقول لك بمناسبه، خليني معلش انا طلعت عن الموضوع، بمناسبه اما شاب غلبان ما درس تاريخ بلده ويقول انا حفيد الاسكندر، ولا يمشي لي بالبانر ويقول لك احفاد الاسكندر، لو هو قرا تاريخ مصر كويس، اثناء الاحتلال اليوناني لمصر اليونانيون قسموا المجتمع المصري إلى طبقات أثناء حكمهم، أثناء حكم البطالمة يعني لمصر، قسموا المجتمع المصري إلى طبقات. هقول لكم الطبقات. واحد، العنصر الإغريقي، الإغريق طبعا دول التوب، نمرة واحد. نمرة اتنين، المقدونيين اللي هم جايين من مدينة مقدونيا. بمناسبة الإغريق، أي واحد إغريقي، اغريقي عايش، اغريقي ميت، اغريقي معاه سجلات معهوش سجلات، اي اغريقي، اغريقي فقير، اغريقي شحات، اي اغريقي، دول التوب نمره واحد ماشي. ونمره اتنين اللي هم الذين ينتسبون الى مدينه مقدونيا. عارفين نمره ثلاثه مين؟ اليهود الذين عاشوا في الاسكندريه اثناء عصر البطالمه. عارفين نمره اربعه مين؟ الفرس، الفرس اللي جايين من منطقة إيران.
هؤلاء الأربع طبقات كانوا يتمتعون بما يطلق عليه اسم الناس اللي دارسين حضارة يونانية حق المواطنة السكندرية اليوناني. أي حد إغريقي مهما كانت الطبقة اللي بينتمي إليها، أي حد من مقدونيا، أي حد فارسي، أي حد يهودي، كانوا يتمتعون بما يطلق عليه اسم المواطنة السكندرية، حق المواطنة. حق المواطنة احنا عارفينه، اللي احنا نفسنا كلنا نحصل عليه، كلنا نتساوى في حقوق المواطنة. تمام؟ طب والمصريين لم يكونوا يتمتعوا بحقوق المواطنة السكندرية أثناء الاحتلال البطلمي لمصر. ماشي يا جماعة؟ يعني معلش خلينا نحط النقط على الحروف. إذا هناك مؤامرة على مصر كلها وعلى سواحلها الشمالية الغربية وعلى الأسكندرية بالأخص، ماشي، لمنع التواجد المصري فيها. الحضارة المصرية أيوة انتهت بدخول الإسكندر إلى مصر سنة 332 قبل الميلاد، لكن أنا قبل كده كان عندي ملوك عظام، قبل كده كان عندي سيطرة مصرية على كل الأراضي المصرية. ماشي، بدأ الانهيار من الحضارة من أثناء الأسرات المصرية نفسها. مش قلت لك إن اليونانيين دخلوا مصر من أسرة 26 مش مع دخول الإسكندر، كمرتزقة وكتجار وأنشأوا مدن تجارية. طيب أنا بقى أرجعك برضو لنقطة مضيئة في الحضارة المصرية. عارفين حتشبسوت الملكة التي احتلت عرش مصر في الأسرة 18؟ كان عندها مهندس اسمه إنيني. إنيني ده قال إيه على حتشبسوت؟ قال عليها أنت بمثابة حبل مقدمة السفينة في البلاد الجنوبية، ووتد مرسى السفينة عند أهالي الجنوب، وأنت من جعلت مؤخرة السفينة العظيمة في الأراضي الشمالية. ده المهندس بتاعها بيمتدح حتشبسوت، بيقول لها أنت سفينة، أنت المركب بتاعتنا، المقدمة بتاعتك هي الجنوب وآخر السفينة هو الشمال، وأنت من أقمت المشروعات العظيمة، وأنت صاحبة الأقوال السديدة التي غمرت الشعب المصري بالفرح والسرور. هو بيمتدح الملكة، بيقول لها أنت سيطرت ببساطة كده، سيطرت على الصعيد والدلتا ومنحت شعبك السعادة والسرور. دكتور اسمه عبد المنعم عبد الحليم سيد، اتوفى الله يرحمه السنة اللي فاتت تقريبا، له رأي بقى. قال لك ايه؟ قال لك انا لو رجعت الخريطة من خرائط مصر، يقول لك هنا عند الحدود الشرقية كان في حصن اسمه حصن ثارو، حصن اسمه ثارو في الحدود الشمالية، ولكن مع جفاف روافد النيل ومصبات النيل انتهى حصن ثارو. حصن ثارو ده كان فعلا موجود على مصبات النهر، وكان حصن مدينة تحصينية وتحصيل جمارك وحماية حدود و وبيقول لي ده رأي دكتور عبد المنعم عبد الحليم سيد، وانا بحترمه وحابة ان اقوله لكم. فبيقول نظرا لجفاف مصبات النهر بدأ التركيز في العصر المتأخر ونهاية الدولة الحديثة على على منطقة أخرى وهي الإقليم السابع بكل محتوياته. يعني بدأت التجارة تقل من هنا، ماشي، ويبتدي التركيز كله هنا في الحدود الشمالية الغربية بكل مواقع مصر شمالها في سواحلها الشمالية الغربية بما فيها الإقليم السابع الذي تقع ضمنه منطقة الإسكندرية التي نحيا فيها. ده رأي الدكتور عبد المنعم عبد الحليم، إنه ليه أنت مركزة دلوقتي على ملوك الدولة الحديثة، سيتي، رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، أحمس الأول، نقطنب لغاية ما توصلي للأسرة 30؟ طب وليه قبل كده ما فيش؟ واخد بال؟ بيقولك إنه كان التركيز هنا على حصن ثارو في المنطقة الشرقية، ونظرا لندوب فروع النهر وجفافه بدأ التركيز وبدأت التجارة
وده رأيي حقيقة أنا بحترم. الموضوع ده اللي انا بتكلم فيه واضح، او انا عايز حضراتكم تستنتجوا منه انه موضوع محتاج لتكافل وتكاتف وامكانيات لجهود كتيره جدا، واعتقد انه ده عبء على الباحثين والدارسين والاساتذه من جامعه اسكندريه وغيرها من المراكز الثقافيه وعلى راسها مكتبه اسكندريه، وأثار جدلا شديدا. يعني أنا في إحدى الجرائد، أكثر من جريدة صراحة، أثار جدلا شديدا. أنا حابة أنقل لكم جدل بعض الأساتذة، وعلى رأسهم دكتورة منى حجاج أستاذة الحضارة اليونانية في كلية الآداب جامعة الإسكندرية. قالت ايه؟ قالت اكدت وجود عروس البحر قبل الاسكندر. ادي استاذه للحضاره اليونانيه. انا بصراحه هقول راي دكتور منى حجاج، مش هقول راي ناس تانية لانها تؤكد رايي. هتقولي ده تعصب؟ اقول لك انا متعصبه لحضاره مدينتي. اكدت وجود عروس البحر قبل الاسكندر بدليل الاثار التي تم اكتشافها مؤخرا بالمدينه، ومنها مبنى ضخم يضم مئات التماثيل للآلهة باستيت. الآلهة باستيت اللي هي على هيئة القطة، ماشي؟ مما دي اللي أنا بقولك عليها عند المجلس المحلي، عثر على معبد ضخم مصري من العصر المتأخر للمعبودة باستيت في منطقة المجلس المحلي. خلص يعني معرفش راح فيه. مما يؤكد وجود حياة قبل بطلميوس الثالث الذي أقيم خلاله معبد لهذه الآلهة. وأضافت حجاج من حجاج أن هذا المعبد بني في الحي الملكي. مش بقولك محمود باشا الفلكي حدد لنا في الخرائط بتاعته حي السومة أو الحي الملكي، ووصل في تخطيطه لغاية ما بقولك بما فيها منطقة السكة الحديد، منطقة محطة مصر، وأنهم استقروا فقط في الحي المصري، موضحة أنه تم الكشف عن وجود فخار فرعوني في هذا الموقع، وكذلك أرصفة مواني ضخمة جاستون جوندي في منطقة الدخيلة اللي كلمتك عنها، وكانت مغمورة عندما جاء الإسكندر للمنطقة، مما يعد دلالة مادية لا تقبل الشك في وجود حياة فرعونية كاملة في مدينة الإسكندرية. ماشي؟ لكن بقى الناس اللي هي إيه تاخدها العزة بالإثم، يعني لا لا إسكندر جاء ولقى مجموعة من الصيادين الفقراء وأنشأ مدينة الإسكندرية. يعني هو الإسكندر على فكرة لم ينشئ مدن جديدة. الإسكندر، اقروا تاريخ الإسكندر، أنا مش متخصصة، لكنه لم ينشئ مدن من لا شيء. الإسكندر كان بيمر على المدن العظمى بما فيها بابل اللي قال مات فيها، بما فيها منطقة الهند، كان بيمر على المدن المستقرة في العالم القديم. اللي يخليه يوصل لمنطقة يعني لا يوجد فيها حياة وينشئ مدينة. ماشي؟ ولو اتكلمنا عن مكتبة اسكندرية، مكتبة الإسكندرية، كان المصري القديم ينشئ المعبد ويلحق بالمعبد مكتب يسميها ايه؟ بر عنخ. كلمة بر برضه بيت الحياة، بيت بر عنخ هي كتب، بيت الحياة، البيت الذي يحتوي على العلوم، البر عنخ. ده كل ملوك مصر القديمة كده، إن هم عندما ينشئ المعبد ينشئ يلحق بالمعبد المكتب. وطبعا انت يعني مش هدخل بقى في الحته اللي بتاعت الجريكو رومان لانها مش تخصصي، لان هو فعلا كانت عندما تحدثوا عن مكتبه اسكندريه قالوا انه عصروا فيها على الربات السبع اللي هم بيمثلوا الثقافات
عند الحضارة اليونانية. إذا هم اكتشفوا معبد للربات السبع ملحق به المكتبة، هذا موروث في العالم القديم، المكتبة المعبد يلحق به البرعنخ بيت الحياة أو مقر الكتب، واخد بالك؟ إذن هو وجد مدينة مستقرة، وجد ميناء آمن، وجد حياة تسمح له بالتواجد بعيدا عن المدن المصرية العميقة المصرية منف وطيبة. احنا في دراستنا للمحتلين اللي جم مصر، هل الهكسوس دخلوا الصعيد؟ ابدا، وقفوا عند المنيا. هل الانجليز دخلوا للصعيد؟ ابدا. هل الفرنسيين دخلوا، اقول لك يعني يا دوب كفر الدوار والبحيره، هل توغلوا شرقا او غربا الفرنسيين او جنوبا؟ لا لا لا، هو يثبت وجوده في هذه المنطقه. هي مناطق شديده الخطوره، شديده الاهميه، تحتاج لملوك اقوياء فعلا لانشاء ما يطلق عليه اسم المدن التحصينيه. ولذلك هذه مهمه ومهمه شاقه وتحتاج الى امكانيات، تحتاج لامكانيات، لكن احنا عندنا الموارد البشريه بدليل ان انا كلمتك عن احمد كامل ابو السعدات، كلمتك عن عمر طوسون، كلمتك عن محمود باشا الفلكي، كلمتك عن رسائل كتيره اتعملت في اداب اسكندريه حاليا كملت على الموضوع ده واشتغلت فيه، والناس بتحاول تجمع التقارير الحفاير والصور واللوحات وتشتغل عليه. ارجو ان اكون اثرت جدلا، مش اثبت، لا، اثرت جدلا حول سواحل مصر الشماليه الغربيه بما فيها مدينه الاسكندريه. كان التواجد المصري القديم موجودا فيها مستقرا فيها، ولكن نظرا لعوامل الانهيار والضعف والمحتل سقطت مدينة رعقدة في يد المحتل اليوناني. باختصار شديد انا بشكركم ومستعدة اجاوب على تساؤلاتكم. احنا بنشكر حضرتك شكر جزيل الحقيقه على غزاره المعلومات والتطرق لهذا الموضوع اللي يعني يعتبر من اهم من وجهه نظري على الاقل الموضوعات اللي فعلا محتاجه جهود كثيره جدا، لان هو لسه موضوع بكر، موضوع مش كتير من الباحثين بيتطرق اليه، محتاج لجهود كثيره وكثيره لالقاء الضوء على جانب غير تقليدي من دراسة الحضارة المصرية. يعني دايما احنا الفكرة الذهنية دايما لما نقول حضارة مصرية يعني فرعنا يعني من اول منف ونازل بكتير، ويعني شوية بعض العامة يعرفوا جزء عن الدلتا تحت الحكم المصري، لكن الحقيقة السواحل سواء الشرقية او الغربية تكاد تكون لا تذكر حتى يعني بشكل ثقافة عامة حتى بالنسبة للجمهور. احنا مصريين زي ما حضرتك قلتي، ومن واجبنا ان احنا نعرف ثقل حضارتنا ايه وبلدنا، يكون عندنا معلومات يعني دقيقة وصحيحة عنها، ما نرددش بس مجموعة من الاقاويل، ويكون الجورنان او المجلة العامة هو مصدرنا الاساسي للمعلومات. لازم يكون في مطبوعات كثيرة بتلقي الضوء على الموضوعات العلمية بشكل مبسط علشان يبتدي العلم والمؤرخين والأثريين ينزلوا شوية من برجهم العادي ويكلموا الناس، يعرفوا الناس تاريخهم الحقيقي. يمكن ده هو يعني من أهم الأسباب اللي احنا بنحب ان احنا نتوسع فيها ببرنامجنا ده، ان احنا نلقي الضوء على الجوانب الغير معهودة من الموضوعات اللي مش كتير الناس بتتطرق إليها فيما يتعلق بتاريخ وحضارة اسكندرية، وفي نفس الوقت تكون المعلومات دي معلومات صحيحة وموثقة ومن مصادرها الأكاديمية المحترمة زي حضرتك وزي جميع الأساتذة المشكورين اللي شرفونا قبل كده واللي لسه إن شاء الله هيشرفونا بإذن الله.